طيب المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى تحت الصادق المهد دي عبارة عن كفر بالله، عرفتها؟ لأنه ربنا قال للذكر مثل شنو؟ حظ الأنثين. صادق المهد قال لا، ينبغي إعادة قراءة آيات المواريث بصورة تناسب العصر. تناسب العصر يعني الآيات دي تلولوة 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 لغاية ما تخد معنا في 2016. بعد كم سنة ممكن مثلا الناس يقولوا يا أخوانا دارين زواج المثليين، خلاص يقوم يلولي ولو تاني نصوص عشان يجيبها يطوع الدين لأهواه. هذا كله أخواننا كفر بالله.